هاي، ازيكم؟ انا سلوى، والنهارده هنعمل اكله تانية في الاير فراير. زي ما وعدتكم هنعمل اكلات تانية كتير في الاير فراير. وانا كنت عملت قبل كده التشيكن بانيه او الكوتلت في الاير فراير، فالنهارده هنعمل قرنبيط في الاير فراير. اكله سهله وبسيطه وسريعه، ومكوناتها هتبقى موجوده في اي بيت. والمكونات بتاعتنا هي عباره عن قرنبيطه واقل من تلت كوبايه زيت، ملح، فلفل، كمون، ومعلقتين ثوم مهروس او فصين ثوم مهروسين. هنقطع القرنبيط لوردات صغيره ونغسله ونسخن ميه ونسلق فيها القرنبيط سلقه سريعه. نسلقه حوالي 10 دقائق. وبنجهز التتبيله اللي هي زيت، فلفل اسود، كمون، ملح، والثوم المهروس، ونقلب المكونات مع بعض. ونحط المكونات كلها على القرنبيط المسلوق. ونقلبهم كويس علشان القرنبيط يبقى متبل حلو. وهشغل الاير فراير على 390 فهرنهايت، اللي هي تقريبا بالدرجة المئوية هتبقى 199، وهظبطها على 25 او 26 دقيقة. هيبقوا كفاية جدا القرنبيط يستوي. الاير فراير بتبقى محتاجة تتسخن دقيقتين او 3، وبعدين تبقى جاهزة انك تحطي فيها الاكل. بنرص الاكل وبيبقى في مستوى واحد، يعني ما نكومهمش على بعض علشان الهواء السخن يحمرهم كلهم في نفس الوقت. وبعد 10 دقايق بنفتح عليها ونشوف بدأت تاخد اللون بتاعها. هديها رشة جبنة برمجان خفيفة، دي هتساعد ان هي تاخد لون تاني اغمق واحلى. طبعا ده اختياري، اللي مش عايز يحط جبنة ما يحطش. وبقلبها على الناحية التانية بعد حوالي 3-4 دقايق. اللينك بتاع الاير فراير هيبقى موجود في صندوق الوصف تحت، اللي عايز ياخد عنها اي معلومات او يعرف بكام. وبحط برضو رشة جبنة برمجان تاني خفيفة على الناحية التانية، وبتاخد كمان حوالي 10 دقايق عشان الناحية التانية تحمر. وخلاص بيبقى جاهز معنا القرنبيط الجميل. أكلة سهلة وسريعة وصحية كمان، ومن غير زيت كتير. يا رب تكون الأكلة عجبتكم، وما تنسوش سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس. أنا لسه هعمل أكلات تانية في الاير فراير كتير.